بغيتي البرقوق؟ الو انا معك، بغيتي البرقوق ديال المرقة؟ يلا واخا. صيبته انا، وجدته للعيد. مزيان. الا كان باقي حيت يلا خرج غير يكون باقي. ايه هانتي غناخذو البرقوق على كل وحده على حساب. انا خديت صيبت 4 كيلو. غتشدي البرقوق غتغسليه وتنشفيه، وكل برقوق صحيح ما يجيبوش هذاك اللي مضروب. كل وغليظ باش تصيب العافيه ما تاخذ. صافي كديريه في اللاطه، كتمسحيه وكديريه في اللاطه، كتشعليه العافيه بحال الكيكه، كتخليه ساعتين في مره مره كتجي تشدي شربيته وتحركيه في اللاطه. تخليه ساعتين ولا فوق ساعتين كاع الا بغا يوجد ثلاث ايام. ايه صافي كطفي عليه وتخليه يبات. الغد الثاني الا خبزتي الخبز كتشعليه عليه نفس الطريقه ساعتين. ثاني نهار الثالث ساعتين هو وجد عندك البرقوق. كدهنيه بشويه الزيت وكديريه في الطاسه. وكالطريقه الاخرى كتشدي ثاني البرقوق، كتشدي الماء تتغليه شي كامله. كتشدي البرقوق كتغسليه كتخوي في هذاك الماء، يكون الكامله فيها الماء عاد تخوي البرقوق، ماشي الماء يتخوي على البرقوق. العكس. دابا لما يكون مغلي كتحيدي الطنجره من فوق البوطه، كتخوي البرقوق. وكتغطيها وتغطيها بالغلاقه وتخليها حتى تبرد، تحسي به يبرد. صافي كديري في الشبكه يتسقطر كتمسحيه نفس الطريقه. هذا راه النهار الاول ملي كتطفي البوطه وترجعي في واحد الشمس تلقاي تجمع. ايه تمسحيه. صافي تمسحيه وديري ليه نفس الطريقه اللي درتي الاول الطياب ساعتين. كداك. ولا عنده الشمس راه يعاون بشويه الشمس. لا فعلا كيجي زوين صراحه وساهل نصيبو في الدار. الله يعطيك الصحه لطيفه، كنشكرك بزاف على تواصلك معنا وعلى هذه الوصفات المتنوعه اللي قدمتي لنا.